الراديوجراف اسمه ايه؟ امتى اطلب كون بيم الحقيقه؟ وهل صح ولا غلط اصلا الاطفال يتصوروا كون بيم؟ اتس دايجنوستيك ايد وحاجه الناس اخترعتها وحاجه موجوده. طب انا لما يجي لي طفل انا امتى يبقى صح ان انا فعلا اطلب منه كون بيم وامتى غلط؟ وازاي الحقيقه اقرا الكون بيم؟ لان انا برضو كان عندي مشكله او يعني كنت بشوفها مشكله موجوده في اقسامنا يعني او اسم البيدو ان احنا ما بنعرفش امتى نطلب كون بيم وما بنعرفش نقراها، يعني ما اعرفش اتعامل مع السوفت وير بتاعها. يعني انا عايز اشوف مثلا الميزو دانس ديت، طب انا هشوفها في انهي فيو او هشوفها ازاي؟ فده الحقيقه هتيجي دكتوره راديولوجي مدرس في طب اسنان عين شمس، هي هتيجي تتكلم عن البارت ده او هي هتكون مسؤوله عن الموديول ده. بعد كده هنتكلم بقى عن الريستوراتيف دانستري في الاطفال، بارت منه هيكلمكم عنه دكتور اوبراتيف دانستري في عين شمس. الحقيقه مش عشان حاجه، لان انا نفسي انا البارت ده اتعلمته من دكاتره اوبراتيف، فكنت حابه ان انتوا تسمعوا ده زي ما انا سمعته اول مره من حد اوبراتيف. انهي نوع انهي انواع ادهيسيفز اللي استخدمها وعشان ايه؟ which type of adhesive which type of restorative material، امتى احط بالك فيل وامتى هقول لا انا هعمل incremental condensation، امتى اقول انا هستخدم جلاس انمر ريزن موديفايد وامتى هقول لا انا هستخدم البالك فيل او الهايلي فيسكس جلاس انمر او مش الريزن موديفايد. كل حاجه ليها استخدامها وكل حاجه ليها شكل الكافيتي بتاعتها وكل حاجه ليها البيشنت بتاعها. والايزوليشن في الاطفال، امتى احط رابر دام واحطه ازاي؟ برضو دي حاجه بيتم اخفالها تماما عندنا في البيدو انه ما نحطش رابر دام. لا اكشلي صح ان احنا نحط رابر دام. ما يجيليش حد عنده 3 سنين واقول انا هحط رابر دام. لو حاسس ان البيشنت بتاعي كوبرتيف واقدر احط له رابر دام وانا جوه البالب، لا جو اهيد اند دو ات. يعني طبعا لازم تحط رابر دام. وان شاء الله الموديول ده هيبقى على 3 ايام، وده اللي هيكون مسؤول عنه دكتور خالد عادل. البارت اللي بعد كده نتكلم عن البيهيفير مانجمنت في الاطفال، وطبعا ده انا اللي بحديه. البيهيفير مانجمنت الحقيقه فروم اي تو زي، من اول حاجه لحد الادفانسد بيهيفير مانجمنت تكنيكس. في الاخر هكلمكم شويه عن الجي اي والسيديشن، بس دي برضو هيكون لها موديول لوحدها، ودي هيجي دكتور تخدير استاذ في طب عين شمس دكتور اكسام عادل شكري، هو هيجي يكلمكم عن الجنرال انستيزيا. حاجه تانية كمان كانت بتواجهني مشكله ان انا مش ببقى عارفه اتكلم مع البيرنت، بمعنى هو بيسال اسئله جوه، يعني ابني هيتخدر ازاي؟ حاجه هيشمها ولا هتتحقن؟ الماده اسمها ايه؟ على فكره انا اتحطيت في مواقف زي دي كتيره جدا وما كنتش ببقى عارفه ارد، وفي الاخر برجع طب حضرتك دكتور التخدير هو هيكلمك هيقول لك، وتشس حاجه مش كويسه. يعني المفروض ان البيشنت بتاعي ان هو يبقى واثق فيا، لان انا هقول له كل الداتا او هقول له 1 2 3 4 ستابس التخدير دي هتمشي ازاي. حاجه ثانيه مهمه تبقى عارف وانت بتشتغل الجي اي دكتور التخدير اللي معاك ده حد كويس او لا. فالحقيقه موديول الجنرال انستيزيا والسيديشن وامتى اعمل دوت وامتى اعمل ده وايه بالظبط بالتفصيل اللي بيتم جوه وايه الادويه اللي بيستخدموها دكاتره التخدير، الكلام ده الحقيقه ده هيكون مسؤول عنه دكتور اكسام، وده هيكون موديول لوحده ان شاء الله. في هيبقى في بارت براكتيكال بعد الثيوريتيكال ان شاء الله، هيكون في جنرال انستيزيا ريجاردنج الجنرال انستيزيا والبيهيفير مانجمنت ريستوراتيف دانستري. في بارت بقى بتاع ريستوراتيف دانستري في الديسيديو ستيت الفول كفرج والكلام ده كله، ده هيكون برده من موديول انا اللي حديه. ده هنتكلم عن كل انواع الكراونز، وهجيب لكم الكراونز الموست كومنلي يوزد في الماركت دلوقتي، ويذر سان ستيل او زيركونيا كراونز او حتى بريفينيرد كراونز كمان لو حابين ان انتوا بتتمرنوا عليها. يعني نيجي بقى بعد كده المانجمنت اوف كاريس ليجنز، الحقيقه هنبتدي نتكلم من البريفنشن اوف دنتال كاريز من اول خالص، ان انا هبريفنت دنتال كاريز او ان انا هعالج وايت سبوت ليجن لحد ان انا بتعامل مع ديب كاريس ليجن سواء في سنه ديسيديوس او في سنه بيرمننت. وفي موديول لوحدها للسنان البيرمننت اللي عندها ديب كاريس ليجن هنعمل فيها ايه، اللي هو البارت بتاع الابيكسوجينيسيس والابيكسفيكيشن والريفاسكولاريزيشن، وامتى اعمل ده وامتى اعمل ده وايه الصح وايه الغلط في كل حاجه فيهم، ده برده هيكون بارت لوحده. واكشولي الريفاسكولاريزيشن بقى لوحدها دي انا دي بصراحه انا اللي علمهاني كانوا دكاتره اندو بصراحه، دكتور محمد مختار ناجي هيز ان اندونتست اند هيز ا فيري نايس بيرسون، يعني هو هيكلمنا عن الريفاسكولاريزيشن بس، يعني دي هتكون موديول لوحدها. فانا الحقيقه حابه ان انتوا تاخدوا السورس بتاع النولج من السورس اللي انا اخدت منه او السورس نفسه. اوكي انا بعرف اعمل ريفاسكولاريزيشن وبعرف اعملها كويس وكل حاجه، بس اكشولي هم كمان احسن مني، هم دي ار اب تو ديت فيها، هم مش بس دي ار اب تو ديت، هم تفاصيل التفاصيل عارفينها. يعني ريستوراتيف دانستري يعني بعرفش احط كومبوزيت، ديفنتلي بعرف احط كومبوزيت وبعرف احطه كويس وبدرسه وكل حاجه، بس انا ولا حد اوبرتيف؟ ديفنتلي حد اوبرتيف هي الماتيريال دي هي شغلانته، اللي ديفنتلي هيكون عندهم اجابات احسن مني كمان للاسئله اللي انتوا هتسالوها حتى لو سالتوا حاجه ان دبث. يعني كده يبقى فاضل لنا بقى التروماتيك انجريز، ودي انا اللي حديها. ده برده موديول لوحدها التروماتيك انجريز في الاطفال سواء في الديسيديوس او في البيرمننت تيت، وكل حاجه نعمل فيها بايه بالظبط، سبلنتنج ازاي. في البالب ثيرابي احنا نشتغل براكتيكال ان شاء
شاء الله على اسنان اكستراكتد بالباتوميز وبالباكتومي. كمان في الروتري فايلز ممكن احنا نشتغل بيها. في دلوقتي في الماركت في مصر في روتري فايلز لاسنان ديسيديوس هنشتغل بيها، هنشتغل بيها ورك شوب. يعني التروماتيك انجريز يس في الاطفال اتفقنا سواء ديسيديوس او بيرمننت تيد في كل حاجه نعمل فيها ايه. مع التروماتيك انجريز هناخد الميديكيشنز، ايه الادويه اللي انا اكتبها للاطفال واكتبها بدوز شكلها عامل ازاي. ولو الطفل ده ميديكالي كومبرومايزد، عنده مشكله في الليفر، عنده مشكله في الكدني، عنده الرجي، عنده اي حاجه، ايه نوع الانتي بايوتيك الثاني او ايه نوع الدواء الثاني اللي انا هكتبه عشان تو افويد حاجه مثلا اكسكريتد ثرو ذا كدني وعشان هو عنده مشكله في الكدني. اتفضل لنا كده اخر موديول عندنا الاورال سيرجي اللي هي الماينر سيرجز في الاطفال، واطفال حالات الكلافت ليب وحالات الكلافت بالات اتعامل معاها ازاي، لان الحقيقه دول بيحتاجوا طريقه سبيشال معينه. يعني انا مثلا ممكن يبقى طفل عنده كلافت ليب او كلافت بالات وفي ريميننج روت واسيبه، يعني ما شيلوش. ليه؟ لان انا ببقى خايفه على البون، يعني زي ما تعرفوا بعد كده ان السنه دي هي موجوده بالبون بتاعها، اوكي. فانا لو شلت الريميننج روت ده انا هيكون عندي مشكله، يعني هيحصل بون لوس، واوريدي هو عنده كليفت فهو مش ناقص بون لوس اصلا. فالحقيقه بيكون في طرق معينه للمانجمنت بتاعه الاطفال دي. هيكون معانا حد اورال سيرجي من عين شمس وهو في وحده الكلافت ليب اند بالات في عين شمس، اسمه دكتور رامي جابر. في حاجه مهمه انا نسيت اقولها، الموديول بتاعه السبيس مينتينرز، في السبيس مينتينرز وانواعها، ولما اشيل سنه كل سنه ليها السبيس مينتينر طبعا بتاعها، المفروض ان انا احط ويتش تايب اوف سبيس مينتينرز. مش بس كده، في موديول تاني انترسبتيف اورثودونتكس، حالات بقى الانتيرير كروس بايت، بوستيرير كروس بايت، عندي سبيسنج وينفع انا اتعامل معاه. هي في حالات كتير هو مش لازم اورثودونتست اللي يعملها، سبيشلي لو بنتكلم عن ريموفبل ابلاينس. وفي حاجات كتيره اف اي انا از ا بيدونتست اي دايجنوز من بدري، انا ممكن الحق بلاوي اصلا هتحصل بعد كده للطفل دوت. موديول انترسبتيف اورثودونتكس دي هتديها حد اورثو، دكتوره نوها حسين هي استاذ مساعد اورثو في عين شمس. في بارت اصلا هيكون على سنان اكستراكتد وعلى سنان اكريل، ده طول ما احنا بنشتغل. يعني فور اكزامبل مثلا الجي اي مثلا ما فيش حاجه تشتغليها بايدك غير في الاخر خالص ان شاء الله الجنرال انستيزي، او لما بنشتغل في الجنرال انستيزي طول ما احنا شغالين لو في حاجه ينفع تشتغليها على اكستراكتد تيت بتشتغليها. مع خالد عادل هيكون اتليست في يومين الايزوليشن والكومبوست انسرشن وانواع الكومبوستس والحاجات دي، هيكون طبعا هتكون على اسنان اكريل. معايا انا البالباتوميز والبالباكتومي زي ما قلت لك على اسنان اكريل، اتوديس كمان ستان ستيل كراونز وزركونيا كراون، دي هنعمل لها ورك شوب على اسنان اكريل. الريجينيراتيف اندودونتكس برده هتتعمل على اسنان اكستراكتد، يعني هتجربي. حتى كمان محمد كان بيتكلم معايا، الحقيقه انا ما عملتهاش قبل كده في ورك شوب، هيجيب زي بحبر او حاجه عشان يوريكوا ازاي اصلا هاو تو اندوس بليدنج، يعني ازاي انا هاو تو انتسيبيت البليدنج دوت، يعني انا لحد فين اوقفه. ما برضو دي انت مش تبقي عارفاه. طبعا الميكس بتاع الام تي اي ده الريجنريتيف اندودونتكس. السبيس مينتينرز هتعلموا تعملوا سبيس مينتينر فروم اي تو زي بايدكم انتوا اللي هتعملوه. هتقولوا لي ليه احنا كلنا بنودي معمل؟ هقول لكم حاجه، انا اتليست ابقى عارفه لو في ديفكت عارفه ان انا اصلحه، ولو عارفه في ديفكت جاي منين. فدول الحاجات اللي هنعملها على سنان اكستراكتد او على كاستس. يعني بعد كده ان شاء الله لما هنخلص المفروض ان هيكون في بارت كلينيكال، هكون موجوده معاكم وانتوا بتشتغلوا على بيشنتس، يعني هيكون معانا بيشنتس هنشتغل حالات مع بعض. يعني حاجه ثانيه كمان في الجنرال انستيزيا بقى ان شاء الله، دي برده هتكون موديول لوحدها براكتيكال، يعني دي في الغالب هتتعمل في اثاتيكا ان شاء الله. يعني